من هون بدأت قصة الأبراج والتنبؤ بالمستقبل، وهي الكلمة اللي بتبدو غير قابلة للتصديق من الوهلة الأولى، إلا إنه أصبحت بتحتل مكانة كبيرة اليوم، وصارت بتشغل بال كتير من فئات المجتمع على مستوى العالم، وخاصة المثقفين والمشاهير والفنانين. سلام، هل فعلياً في أبراج مكتوب عليها السعادة هاي السنة؟ وأبراج تانية رح تغرق بالتعاسة؟ معقول أصحاب برج الجوزاء مخهم شوي يعني؟ معقول الحوت طيبين والميزان شريرين والدل 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 والمتمرجحين؟ طيب، شو علاقة ما يسمى بالأبراج بعلم الفلك والتنجيم؟ طبعاً الأبراج اللي هي مجموعة النجوم اللي موجودة بالسماء واللي بتتشكل على أشكال معينة صاروا يربطوها بالأحداث الواقعية، وصاروا من خلالها يحكوا ويتنبؤوا. أما التنجيم أو الاسترولوجي هو علم بتكون من الاعتقاد بأن هناك علاقة بين الظواهر الفلكية والأحداث أو الأوصاف الشخصية في العالم الواقعي، وطبعاً هذا العلم تم رفضه تماماً من قبل المجتمع العلمي لأنه ما في قوة تفسيرية بتوصف الكون، والتقييم العلمي لعلم التنجيم ما لقى أي دليل لدعم الآثار المزعومة المذكورة في التقاليد الفلكية، في وقت صنع علم التنجيم تنبؤات قام المجتمع العلمي بدحضها بالفعل وأثبت عدم صحتها عن طريق اختبارات كبيرة بهذا المجال اللي وصلت لاستنتاج مفاده إنه تنبؤات علم التنجيم ما بتتعدى عن كونها محض صدفة، وبهيك لم يثبت علم التنجيم فعاليته في الدراسات الخاضعة للرقابة، وأثبت إنه ما إله أي صلاحية علمية، وبالتالي يعتبر علم زائف. أما علم الفضاء أو الفلك واللي هو الاسترونومي اللي بيدرس كل شيء موجود بالفضاء الخارجي بما في ذلك الأجرام السماوية والمجرات وكل شيء بيتعلق فيها عبر منهجية علمية قائمة على جمع البيانات والدليل والبرهان، وبيستخدم تقنيات ومبادئ علوم أخرى مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات. أما ما يدعى بالاسترولوجي أو علم التنجيم فهو ليس علماً لأنه ما بيعتمد على المنهج العلمي الحديث في أي من أساسياته أو طرقه وفرائضه، بل بتلخص في الاعتقاد بأنه مواقع المجموعات النجمية أو الأجرام السماوية والأحداث والظواهر الفضائية ممكن إنها تساعدنا في التنبؤ بالمستقبل أو بشخصيات البشرية وسلوكهم وصفاتهم بدون وجود مصادر محددة ممكن الرجوع إلها لمعرفة منطق هذا المجال. من هون بدأت قصة الأبراج والتنبؤ بالمستقبل، وهي الكلمة اللي بتبدو غير قابلة للتصديق من الوهلة الأولى، إلا إنه أصبحت بتحتل مكانة كبيرة اليوم، وصارت بتشغل بال كتير من فئات المجتمع على مستوى العالم، وخاصة المثقفين والمشاهير والفنانين. وبالرغم من إنه معرفة الغيب أو علم المستقبل أمر بصعب تأكيده وبستحيل الجزم فيه، إلا إنه التنبؤ بحدوث أمور معينة في المستقبل القريب أو البعيد ما زالت محل بحث ودراسة. وأثبتت الأحداث والوقائع صدق كتير من التنبؤات سواء في الماضي البعيد أو العصر الحديث، ونجح كتير من المتنبئين على مر التاريخ في إقناع الناس من خلال صدق النبوءة وتحقق توقعاتهم. بالمستقبل في أحداث وأمور ممكن إنها تقع، وبعدين بناءً على مقدمات ودلائل بتشير لإمكانية حدوثه، إلا إنه ادعاء معرفة الغيب أمر لا يمكن تصديقه أو الإيمان فيه، لأنه الله عز وجل اختص لنفسه بعلم الغيب. بشكل عام العلوم التجريبية اللي بتعتمد في نتائجها بصفة عامة على التنبؤ بالمستقبل وبتخبرنا عن حالة الشيء في المستقبل من خلال مماثلته بالقوانين الحسابية الرياضية، فمثلاً بتنبأ العلماء بعد إرسال مركبة فضائية للقمر أو المريخ مثلاً بوقت وصولها ومكان هبوطها، وبتم التنبؤ بذلك اعتماداً على قوانين رياضية معينة بتعتمد على المسافة بين الأرض والمريخ وسرعة المركبة الفضائية وسرعة دوران الكوكب اللي بيستقبل المركبة الفضائية، وبهيك بيعتبروا الإخبار بهاي الأمور من قبيل التنبؤ بالمستقبل وليس من التنبؤ بالغيب، واللي بيحتمل دائماً الخطأ والصواب بحسب الظروف المحيطة وغيرها. أما الناس اللي بتعتمد على قدرتها الخارقة في استنباط الأمور وتوقع الأحداث، مع أنه الأمر قد يصل ببعض العرافين للجوء للفراسة واستخدام الأسئلة المركبة اللي ممكن تدفع الآخرين للبوح بمكنونات ذواتهم وإظهار صفاتهم، اللي بيستطيع العراف أو الكاهن أنه يتوقع الشيء اللي رح يصير إلهم نتيجة لذلك.
أما بعض رجال الدين اللي صدقوا بعض العرافين والمتنبئين في بعض نبوءاتهم بلجوءهم عند التنبؤ بالمستقبل لقرين الشخص والجن والشياطين واللي بيخبرهم بأحوال الشخص في الماضي والحاضر، وبناء على هيك بيستطيع التنبؤ بالشيء اللي رح يصير له في المستقبل. وفي أنواع تانية مثل قراءة خطوط الكف اللي هي الشائعة واللي بتتنبأ من خلالها بعض الناس بأحداث المستقبل، وخط العمر وخط الطول وغيرها من هاي الأمور أو الخزعبلات. أما الجزء اللي أنا دائماً بفضل إني أحكي فيه اللي هو الدراسات في علم النفس الباراسيكولوجي، واللي هو إنه كل شخص فينا عنده ملكة تسمى الحاسة السادسة، ومن خلالها ممكن التنبؤ بأحداث المستقبل، وبتختلف قوة هاي الملكة أو الحاسة من شخص لآخر حسب صفاء الذهن ونقاء السريرة واعتدال المزاج. وبرغبة من روسيا بتسخير طاقات مثل هدول الأشخاص، فقد أنشأت معهد لينينغراد لإعداد البحوث النفسية الخارقة، وحقق المعهد نجاح ملحوظ في مجال التنبؤ بالمستقبل وأبحاثه من قرن ونصف تقريبا. ومن المشهورين في مجال التخاطر أو الملكات الخارقة هاي هي الخرافة والخزعبلات والبرامج اللي بينصرف عليها مئات الآلاف من الدولارات للتنبؤ بالمستقبل، واشتهار الكثير من الأشخاص اللي بيتقادوا آلاف أكثر ليبيعونا كلام وكلام فقط، منها مخططات ومنها أجندات ومنها يعني لا تأخذوني بالكلمة، هي لغوصات مش أكثر، بس لإلهاء الناس وإشغالهم والسطو على عقولهم وجيوبهم واستغلال ظروفهم وحالاتهم النفسية لا أكثر. أنا دايماً بقول ما نروح ورا هدول العرافين اللي اسمهم عرافين مهما اختلفت مسمياتهم، لأنه في النهاية علم الغيب هو علم بإيد رب العالمين وهو اللي بيعرف ظروفنا. إحنا علينا دائماً الاستعداد ونعقل ونتوكل في حياتنا، ودائماً نكون حاطين خطط لحياتنا ولمستقبلنا، ونترك الباقي على رب العالمين. أنا شادن صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي رح تلاقوا لينكاتها موجودة في أول تعليق. سلامات.